يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب منحة من إحدى البلاد الأفريقية، وفي منطقتنا في أفريقيا المساجد خالية من الآبار، ونحن نحتاج إلى الصلاة ونحتاج للوضوء وليس عندنا ماء، فنذهب في بعض الأحوال إلى بيوت النصارى المجاورة لطلب الماء منهم، فتواجهنا أنواع من التوبيخات، فهل يجوز لنا أن نتيمم في هذه الحال؟ إذا كان الماء بعيداً ولا تستطيعون إحضاره فيجوز لكم التيمم، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، ولا تذهبوا إلى النصارى وهم يهددونكم ويمنون عليكم. نعم.